غنقلبوها عامتي وباشو دابا نخليها تبرد. شوف الفخمواز كي عطي اللون ديالو. ينصحكم ضروري تجربوا هاد الكيكه، راه ما تندموش عليها، راه غادي تولي معتمده عندكم. السلام عليكم، اليوم عندنا معكم واحد الكيكه ديال الفرنبواز، الكيكه بالفواكه الحمراء. كنظن اول مره تلقاو كيك بالفرنبواز. عندنا لهاد الوصفه كيخصنا عندنا الدقيق 200 غرام، سكر سنيدة 150 غرام، ثلاثة البيضات، واحد الكاس ديالو يوغورت الفانيلا، 100 غرام زيت المائدة، كيس خميرة الحلوة، خميرة الكيماوية، كيس ديال الفانيلا، ونكهة ديال الفرنبواز. غادي نحتاجو واحد معلقة صغيرة ديال نكهة الفرنبواز. في البسينة ديال الطراب غادي نوضعوا البيضات، نزيدوا عليهم سكر سنيدة والكيس ديال الفانيلا، وغادي نزيد واحد القبصه ديال الملح. ما حطيتهاش هنا، غادي نزيد قبصه ديال الملح. ديما كتعطي الملح مع السكر كيعطي واحد المذاق مميز وكيحيد ديك البسوله ديال السكر. انا غادي نطرب هذا البيض يطلع مزيان في الطراب، وممكن تطلعوه بيديكم، المهم يطلع لينا القوام اللي بغينا. هانتوما وصلنا للقوام اللي بغينا، طلع مزيان. هادو غير ثلاثه د البيضات، هانتوما شحال طلعوا. كيف قلت لكم هاد الكيكه ديال الفرنبواز، هانتوما هذا الفرنبواز درتو في المجمد، خصو يتجمد باش ندير ليه هكا ويتفرتت ليا. انا بغيت هاد الحبيبات ديال الفرنبواز، بغيت يكون بهذه الطريقه باش يتخلط لينا مع الخليط ديال الكيكه. هانتوما البيض والسكر وطلع، نزيدو الزيت، نزيد هذاك اليوغورت طبيعي، اليوغورت بالفاني، وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره او النص على ديال النكهه ديال الفرنبواز والمذاق ديال الفرنبواز في الخليط. هانتوما من بعد ما خلطت الزيت واليوغورت ديال الفانيلا وهذاك النكهه ديال الفرنبواز، هانتوما خص الخليط ينسجم يعطينا هاد اللون ديال غادي نقول وردي، لون ديال الفرنبواز. خلطت هادشي، نجي دابا الفرنبواز شنو غادي نعمل. خصني هاد الفرنبواز نفرتشتو كامل في الدقيق، هذا راه الدقيق مع الخميره الكيماويه راه غربلتهم، ضروري كنغربلو. علاش؟ باش كيتهوى وكيساعد لينا الكيكه باش تطلع مزيان. نحاول انا هنايا درت الكميه ديال 200 غرام، عندك الحق تبداي من 100 غرام ديال الفرنبواز الفواكه الحمراء، اي فاكهه حمراء ممكن تستعمليها. 100 غرام 150 200 الكميه اللي بغيتي، كتبقى على حسب اللي موجود. نفرتستو او نهرمشو كلشي في الدقيق، خص ضروري نفرتستو هكا في الدقيق باش ما يطيحش لينا في التحت ديال الكيكه. بغينا حنا الخليط كله يكون فيه هاد الحبيبات ديال الفرنبواز. شفتو كيفاش كنفرتتو؟ وكنخلطو مع الدقيق، هانتوما الكميه اللي بغيتو ديال الفاكهه الحمراء. تقدروا نديرو الميختيل، ديرو المو، غير الفخاز ما كيجيش في الكيكه، كيكون فيه كيكون شويه قاصح وما كيعطيش داك ما كيطيبش مزيان. كتبقى الكميه على حسب اللي موجود. كنلبسوه كامل بالدقيق. هانتوما من بعد ما لبست كلشي الفرنبواز بالدقيق، انا دابا غادي نبدا نلوحو تدريجيا ونخلط.
بسم الله نخلط بشويه، ما بغيتش الكيكه ديال طيح. عرفتي كتجي هاد الكيكه بهاد الفرومبواز كتجي رائعه، واحد المذاق عجيب. جربوها غاد تعجبكم وتعجب وليداتكم. دابا غادي نجبد المول اللي غادي نستعمل، هو المول فاش غادي القالب فاش غادي ندير الكيكه ديالي. دهنته بالزبده وغادي نزيد الدقيق حتى هو باش ما تلصقش ليا الكيكه ديالي. ثم غير بثلاثة د البيضات غادي تخرج لينا واحد الكيكة كبيرة مختلفة على الكيكات اللي عندكم. أنا دابا راه الشيف خارج غادي يجي يلقاني صايبتها، داكشي علاش ما سمعتوش كاين معايا. هانتوما ثلاثة د البيضات غطلع لينا الكيكة تبارك الله، غتجي طالعة من السما كيكة حمراء غادي تعجبكم، غادي تجي طالعه ان شاء الله. انتما ومازال غادي نزينوها هاد الفواكه الحمراء. دابا هاد الفواكه الحمراء موجوده وبثمن مناسب في هذا الوقت. الفران كيف القاعده غادي نسخنو على 150، الوقت اللي غادي يطيب فيه يعني تقريبا 30 دقيقه حتى 40 دقيقه 30 دقيقه. انا الفران هو سخون وغادي ندخل الكيكه ديالي. الكيك ديالنا من بعد ما دوزات 45 دقيقه انتما شفتوا حتى ملي طلعت ها هي طابت. كنجربوها بالموس طبعا باش كنجربوها بالموس. انتما ناشفه 45 دقيقه على حسب الفران ديالكم 45 50 انتما. انا دابا غادي نقلبها ونخليها تبرد وندير ليها التزيين ديالها، الريحه ديالها بعدا ديال الفرومبواز راه كتعطي من دابا. غنقلبوها ها انتوما شو دابا نخليها تبرد. شوف الفرومبواز كي عطي اللون ديالو، دابا باقي التزيين ديالها والتقديم ديالها. كنصحكم ضروري تجربوا هاد الكيكه راه ما تندموش عليها، راه غادي تولي معتمده عندكم. انتوما دابا خاصنا لا فينيسيون ديال هاد الكيك ديالنا، خاصنا نفينيو. يلاه لا لا الكيكه ديالك موجوده بسم الله. لا نسى الشاف ضروريه ضروري هيك نديرو لها غير شويه ماباج الكيكه ما تبغوش نعقدوا ليها الفينيسيون ديالها، نديرو غير شي حاجه اللي تجيكم سهله. ماباج ماباج دوره درناه معكم راه عرفتوا كيفاش تصوبوا راسكم بلا ما تشريو، لان الكيكه كتحط برا كتبقى محطوطه ما نديروش ليها شي حاجه فازكه اللي تخسر ولا شي. هاد النباج توا غير بغينا نديرو علاش باش تكون عندها واحد لا فينيسيون مزيانه. بلاتي نضرب نشري النباج كنديرو باش تكون عندها واحد لا فينيسيون مزيانه وتكون عاتيه المنظر. كتعرفوا الحلوه هي المنظر قبل الماكله وضروري ضروري. وانا نعملو ليها واحد شويه ديال غير عندي واحد شويه ديال لي فخوي روج سيشي الفواكه الجافه اللي عندكم الجافه اللي كان فيهم نقدروا غنحطوهم هكا ندردروهم تزيين كتبقى اللمسه ديال كل شخص. صافي انا حنا عندنا هاد الفواكه الجافه اللي هاد الشكل باش كتعطي المنظر. وثاني واخا بقاو محطوطين يومين ثلاث ايام في الكيكه ماشي مشكل، شويه ديال بيستاش كتعرفوا مع الفخوي غوج كيبغي شويه ديال البيستاش. هذاك اللون تيبهج هذاك اللون الاخضر. صافي الكيكه ديالنا راه واجده، واللي بغى يخليها كاع هكاك بلا ناباج بلا هاد الفروي عندكم الاختيار. كتجي رائعه فوالا الكيكه ديالنا ها هي واجده. اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه ينقر على الجرس يوصلوا الجديد وتحطوا اعجاب وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده.
زورونا في الانستغرام شيف أميري وشيف لبنى أميري. اللي بغى يتواصل معنا او اي استفسارات مرحبا، يلا حاول راحه.